مرحبا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في. مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتابعوا معنا في هذا الأثناء وصول جثمان مول زريعة اللي توفى بالأمس نتيجة تماس كهربائي اللي تسبب في اندلاع واحد الحريق في المحل التجاري اللي كان كيستعملوا كمحل تجاري للاسترزاق أو للسكن، واللي كان بعد الحريق توفى على إثره رب الأسرة، الأسرة اللي كتكون من الزوج والزوجة وخمسة ديال الأبناء، منهم جوج ديال الشبان توأمين كيبلغهم العمر حوالي 17 سنة. في هذا الأثناء وصول الجثمان ديال صاحب محل بيع. كيف كتشوفوا العائلة ديالو والأهل والأحباب الكل هنا في لحظة صدمة. لحظة وصول الجثمان ديال إلى مقبرة الغفران. إذن أكيد غادي يتم إدخال الجثمان الطاهر ديال هاد السيد اللي توفى نتيجة الحريق المهوي اللي اندلع في المحل ديالو إلى المسجد هنا بمقبرة الغفران، من أجل باش يأديو عليه صلاة الجنازة. شكرا مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. نلتقي في مباشر آخر بعد قليل.